إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، الإخوان السائقين والسائقات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان المشاهدين، غتشوفوا معي هذا المقطع، هذه من الخرجة ديال مدينة خنيفرة في اتجاه ديال تيغسالين أو في اتجاه ديال زايدة. المهم الإخوان، هذا المقطع من خنيفرة حتى المركز الهري، النهاية ديال المقطع في مركز الهري. تشوفوا معي الطريق هنايا، هذه راه الطريق وطنية، طريق وطنية رقم 8 في اتجاه ديال مراكش عبر تيغسالين وعبر زاوية الشيخ. وكذلك الإخوان غتدينا حتى لواحد المدار، الناس اللي غيمشيو لزايدة ويمشيو لميدل في اتجاه ديال الرشيدية، كذلك كاين الطريق من تما، وكذلك الناس اللي غيمشيو للقباب ويمشيو للكروشن يدورو على اليسار. من هنا الإخوان غندورو على اليمين، من هنا إلا طلعنا هنا على اليسار كاين هداك المطرح ديال النفايات ديال خنيفرة. من هنا الإخوان كنكملو الطريق ديالنا، الطريق مزيانة، غير هو واحد واحد الملاحظة الإخوان، بنادم يتأثرو بشوية، لكن واحد منعرجات خطيرة، وكيكون خط متصل، ما كيكونش مسموح الدوبلاج على واحد المسافة بعيدة، وربما الإخوان راه تيكونوا هناك مراقبة ديال رجال الدرك، تحية لهم، كيراقبوا أي تجاوزات، أي مخالفات ديال تجاوز السرعة أو كذلك تجاوز يعني في خط متصل. الانسان يتمشى بشويه عليه حتى المكان اللي مسموح فيه التجاوز والدوبل، لانه باش ما تعرض راسك لشي مخالفه او كذلك خطوره ديال الطريق، ربما تكون طريق ما بيناش، لانه كيكون هنا سيارات ديال نقل العمال وسيارات ديال الفلاحه والمناطق القرويه كيكون هنايا في الطريق. بنادم يتمشى بشويه عليه. وطريق السلام، نتمنى لجميع مستعملي الطريق، خليكم مسافرين معايا، خليكم مكملين معايا المقطع حتى نوصل ان شاء الله مركز الهري. مركز الهري اللي في هذا الطريق ديالنا اللي في اتجاه ديال مراكش. طريق السلامة، مره اخرى نتمناها لجميع مستعملي الطريق، ولا داعي للسرعه، سيروا بشويه حتى تفوتوا هذه المنعرجات، لان منعرجات خطيره، سيروا بشويه تتجاوزوا هذه المنعرجات هذو وكملوا الطريق ديالكم بسلام. تحياتي لكم جميعا، وما تنساوش الاخوان دعمونا باشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد، ما تنساوش الاعجاب ومشاركه القناه فضلا وليس امرا. تحياتي لكم جميعا، طريق السلامه. كما شفتوا الاخوان، شوفوا شحال ديال المسافه وانا غادي تبعد هاد البيكوبات هادو، يعني باش ما نتجاوز الاخوان حتى نشوف المكان المسموح فيه، لانه
الرؤية ما كتكونش باينة مزيان لأنه منعرجات ممنوع فيها دوبلاج وما يمكنش الدوبلج للسيارات وانت التالت ديالهم لأنه خاصك تسمح لك تجاوز خاصك تجاوز غير سيارة واحدة وتدخل ما بين واحدة واحدة لأنه ملي كانوا السيارات اللي قدامك يعني ملاصقين مع بعضياتهم تيتمنع عليك التجاوز واخا تسمح لك الطريق لانه غير تغتبي تجاوزهم غادي هي ممنوعه قانونيا باش تجاوز السيارات ولكن مع تبي تجاوزهم دغيا غادي مع الفيراجات دغيا غادي توصل لشي فيراج اللي ممنوع فيه الدوبلاج. دا هو الشيء اللي جعل بحال دابا انت كنتجاوزو واحد بواحد. دابا هنا مسموح لينا نتجاوزو كيتجاوز الاول وتجاوز الثاني ودابا من هنا من حقك تجاوز لانه ملي كتفتح لك الطريق وتكون المسافه طويله وخط مقطع على واحد المسافه طويله تبقى تجاوز بواحد بواحد وطريق السلامه للجميع. وخليكم مع المقطع حتى النهايه فرجه ممتعه غير باش تشوفوا معايا الطريق والناس يعرفوا الطريق اللي كاينه في جميع المناطق ان شاء الله اللي كتتيح لنا الفرصه باش نصورها لكم. إلا كانوا فيها الأشغال تنقول لكم فيها الأشغال. كان الطريق مزيانة كنقول لكم الطريق مزيانة. كان الطريق فيها منعرجات تنقول لكم الطريق منعرجات. كان الطريق مكرفصة مزيان ولا فيها البيس ولا فيها الحفاري تنقول لكم راه فيها الحفاري. ونتمنى باش نكون عند حسن ظن المشاهدين الكرام. خليكم على المقطع تنوصل المركز الهري إن شاء الله. الإخوان المشاهدين من هنا تبدأ المدخل ديال مركز الهري وهذا هو مركز الهري الإخوان اللي كاين ما بين خنيفرة والقباب. هذا هو مركز الهري الإخوان. تحياتي لكم جميعا وخليكم دائما مع القناة. ما تنسوش الإعجاب ومشاركة القناة باش تعمل فائدة. طريق السلامة نتمنى لجميع مستعملي الطريق وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تحياتي لكم جميعا.
Bye.